كيفية العثور على أي كتاب والحصول عليه. تتيح لك بطاقة المكتبة استعارة الكتب والمواد من أي فرع من فروع مكتبة مقاطعة فيرفاكس العامة، وباستخدام فهرس المكتبة يمكنك العثور على ما ترغب فيه من كتب وأقراص مدمجة وغير ذلك الكثير، إذ يمكنك البحث بواسطة عنوان الكتاب أو مؤلفه أو موضوعه أو الكلمات الدليلية الواردة به. كما يمكنك أيضاً تحديد ما إذا كنت تبحث عن مواد للبالغين أو المراهقين أو الأطفال، أو البحث عن قرص مدمج أو كتاب صوتي، وذلك من خلال تحديد الاختيار المطلوب في المربع المنسدل إلى اليسار. أدخل ما تبحث عنه في المربع، ثم اضغط على بحث Search، وعندما تجد ما تبحث عنه، كل ما عليك هو النقر عليه. سوف يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الكتاب، وسوف يتضح لك أي المكتبات تحتوي على الكتاب الذي تريده، أو ما إذا كان قد تمت استعارته خارج المكتبة، ويمكنك حجز أي شيء ترغب في إرساله إلى مقر المكتبة الأقرب لك دون أي رسوم. وفي حال كان الكتاب موجوداً، سوف يصل إلى مكتبتك في خلال يومين إلى 5 أيام عمل. وإذا كان قد تمت استعارته خارج المكتبة، سوف يتم وضعك على قائمة الانتظار لتحصل عليه بمجرد توافره. ويمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال موقعنا الإلكتروني fairfaxcounty.gov/library.